تحية طيبة لكم مشاهدينا. الجزء الثاني من هذه التغطية المفتوحة والمباشرة، أكتوبر عام 88 900 ألف، خريف الغضب كما يحلو للكثيرين تسميته، أو انتفاضة الجزائريين عاد صداها من جديد بعد 34 عاما بالتمام والكمال، وعادت معها أسئلة مشروعة عن السياسة والتاريخ، عن الثورة والاستقلال، عن معركة الحكم الراشد التي لم تنتهي بعد. تلك أحداث دامية لا تخفى عليكم مشاهدينا، كانت عصارة لفترة ما بعد الاستقلال، أي بعد مضي 26 عاما عن تاريخ الاستقلال، وهو الاستقلال المنقوص بل المغتصب كما وصفه قيادي جبهة التحرير الوطني إبان الثورة فرحات عباس رحمه الله، أول رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة. تحدثنا مشاهدينا خلال اليومين الماضيين عما قبل الانتفاضة وما بعدها وكيف وجهت بالقوة، ثم مرحلة ما بعد أكتوبر والتي أفرزت انفتاحا سياسيا ثقافيا اجتماعيا لا مثيل له، وعلى رأسه التعددية السياسية ونهاية الحزب الواحد، إلى غاية مصادرة اختيار الشعب بعد الانقلاب العسكري في جانفي عام 92. سياسيون يقولون إن الجزائر ضاعت منها فرص عدة لصنع التغيير، الاستقلال الوطني عام 62، حركة الثمانينات بالضبط 82، انتفاضة أكتوبر 88، ونموذج التسعينات، ووصول للحراك السلمي الذي يعتبر تجربة شعبية ورائدة من أجل التغيير السلمي. نشاهد هذا التقرير الجرافيكي ثم نبدأ النقاش. الخامس أكتوبر عام 88، أو الانتفاضة الشعبية ضد الفساد والاستبداد. الاحتجاجات ثمرة قاسية للمرحلة الأولى من الاستقلال الوطني. 26 عاما لخصت الانطلاقة الخاطئة للمرحلة الأولى عام 62، الأمر الذي جعل فرحات عباس يصف الاستقلال بالمغتصب. الفترة الأولى رسمت سطوة الجيش على دواليب السلطة، وغيبت مشروع بيان أول نوفمبر ورسالة ملايين الشهداء. خلل فظيع في هيكلة الدولة الجزائرية بعد الاستقلال بسط تأثيره العميق على باقي المؤسسات من القاعدة إلى القمة. حكم الفرد، سطوة الجيش، انعدام العدالة الاجتماعية، عنوان صارخ لمرحلة الانطلاق، مما زاد في تعميق الشرخ والجرح. فترة ما قبل أكتوبر 88 جمعت مساوئ الحكم بعد 62، مما زاد في البون الشاسع وانعدام الثقة بين المواطن والنظام. الأزمة الاقتصادية ألقت بشرارها عامة، لكن فقدان الحكم الراشد أجج الأوضاع الاجتماعية وزادها سوءا وقتامة. خريف الغضب كان مرحلة مفصلية في تاريخ الجزائر، ويبقى أنه فرصة أخرى مهمة ضاعت لصنع التغيير. تحية طيبة لكم مجددا مشاهدينا الكرام. التقرير يتحدث عن الانتفاضة، انتفاضة أكتوبر أو خريف الغضب مثل ما سماه كثيرون. 34 عاما بالتمام والكمال مضت على هذه الانتفاضة. للأسف الإعلام العمومي لم يتطرق إلى هذه الانتفاضة بتاتا، لم يشير إليها، رغم أنه حتى في عهد المخلوع الراحل عبد العزيز بوتفليقة كان الإعلام يتحدث عنها، لكن هذه المرة نهائيا لم تفتح هذه الانتفاضة بالإثراء والنقاش، ما الذي حدث، الأسباب، الدوافع، الإفرازات لهذه الانتفاضة، أبدا الإعلام لم يتطرق لها نهائيا. أرحب مشاهدينا بأساتذتنا وضيوفنا. نبدأ مع كمال عيسات الأستاذ الجامعي معنا من بجاية، مرحبا بك كمال. شكرا للاستدعاء، مساء الخير. بارك الله فيك. خلال اليومين الأخيرين في هذه التغطية الخاصة أستاذ كمال، تحدثنا عن هذه الانتفاضة، أسبابها، دوافعها، ثم أتينا إلى نتائجها، وبعدين جينا للدستور 89. احنا اليوم نقيم هذه التجارب، لكثير يقولوا أنه تجارب ناجحة مرت، ولكن الجزائر لم تحسن استغلالها بالضبط. شكرا. السؤال هذا عنده يعني مكان كبير. لماذا؟ لأننا رانا في مرحلة بعد ثورة 22 فبراير، يعني حنا نديروا حوصلة حول انتفاضات شعبية اللي صارت في 2 سنين. المرحلة هذه، المرحلة رانا نعيش بها، هي مرحلة جت بعد مرحلة ما يسمى ثورية. مرحلة ثورية، اليوم رانا في مرحلة وين الرجعية، لا رياكسيون، هي اللي راهي تسود. والإشكال هذا، يعني الأشياء كما هذه موجودة في تاريخ الحركات الاجتماعية، ماشي في الجزائر برك. كل الثورات
صحيح. ثورة فرنسا 1989، ثورة روسيا 1905، ست ثورات لنهض، والثورات الأخيرة اللي رانا نعيشوها في العالم كله منذ 2011 هي محاولة ثورات ثورات، ولكن بعد المحاولة ولا ما قدروش إلا ما نستعملش كلمة فشلها، ولكن هناك مرحلة اليوم وين رانا في الرجعية، يعني رانا نعيشوا هجوم رجعي ضد الثورات. والشيء المليح في التجارب هذو اللي يسمحوا لنا لازم ندرسوهم باش نفهموا، اولا ما كاينش فشل لاننا رانا نديروا تراكم نتاع التجارب. ما معناتها يعني نضالات الشعوب، نضالات كل الطبقات المحقوره في العالم هي نضالات تمر بمراحل فشل بمراحل انهزام، ولكن النظام مستمر ما دام كده تناقض موجود بين طبقات الحكيمة والطبقات المحقورة. يعني أستاذ كمال تريد أن تقول أن النظام فقط يحسن امتصاص الغضب، يمتص هذا الغضب هذه المظاهرات مثل ما فعل في أكتوبر، ولكن فيما بعد سرعان أن عاد إلى سياسته القديمة. إذا أخذنا أتفضل واصل نسمع فيك واصل. إلى أخذنا الثورة اللي نعيشوها في الجزائر نقدر نقولوا بديك المرحلة هذه تسمح لنا درنا تجربة سياسية، تجربة ثورية اللي خرجت ملايين تاع الناس للشارع، والاستنتاج الأول هو الشعب الجزائري اليوم بعد التجارب تاع 62 65 80 88 2001 في بعض البدايات و 88، الاستنتاج الأول الشعب اليوم فهم لك ما نقدروش نتغلبوا، ما نقدروش نغيروا تغيير جذري غير اجتماعي غير ديمقراطي للجزائر بدون ملايين في الطرق. يعني كي نشوفوا لك فهمنا بك لازم نكونوا ملايين. الثوره ما يديرهاش نخبه، ما يديرهاش جماعه، ما يديرهاش حزب، لازم الشعب بالملايين. فكروا برك الحراك الدرس الاول، الشعارات المطالب الأولى تاع فيفري هي رحيل بوتفليقة، هي الإهانة للشعب الجزائري اللي كان قادر يبقى تحت، يعني رشحوا واحد ما على بالناش إذا راه حي ولا خطيب الكط نصوتوا عليه، إهانة للشعب الجزائري، إهانة للتاريخ الثوري تاعو. والشعب ناض ونجحنا في المرحلة هذه، يعني حبسنا المسيرة المسيرة الانتخابية 20 سنة حبسناها بالتجنيد، ماشي ما نقدروش نقولوا الله يرحمه قايد صالح ولا الجيش ولا حاجة، لا، هي التجنيد الشعبي بالملايين في كل الولايات، هذا استنتاج راه دخل في ذاكرة النضالات، وهذا حاجة اللي تسمح لنا غدوة في النضالات استرجاع السيادة الوطنية، بس النضال استرجاع السيادة الوطنية راح يتواصل ما دام لحقناش ليه. الاستنتاج الثاني هو قلنا بلك خصنا في الحراك بديل من نوع الصوره للنظام اللي حبيناه، ما عندناش برنامج ثوري يعني اللي قادر يجمع الجماهير في اطار. وثالثا كنا ما عندناش تنظيم لكل ملايين تاع الجماهير، التنظيم ماشي ناطقين رسميين، التنظيم ليس هما الناطقين الرسميين وليس احزابنا، هي تنظيم القاعده الشعبيه اللي تقدر تقابل، باسكو جربنا المرحله تكلمت عليها مرحله كما يسمى بالمرحله الاسلاميه هذيك تاع الفيس 92، شفنا بذيك النضال السلاحي المسلح ما يديش بادي، ما يبنيش تغيير. جربنا أشحال من أنواع أكتوبر 88 هي انتفاضة شعبية، انتفاضة شعبية اللي تسمح لنا نجيبوا مكاسب، ولكن المرحلة الرجعية اللي جات بعد 88 هي مرحلة أولا عند جبنا الحريات، مكاسب الحريات، ولكن سمحنا لهم يديروا الدستور يخلاهم ينحيوا كل خاصة مؤسسة الجيش وتدخلها السافر في المشهد السياسي. مؤسسة الجيش في الجزائر تتدخل من 62، هذا الشيء طبيعي لك
ما يسمى بجيش الحدود في فلسطين هي كانت قوة، هي القوة المنظمة الوحيدة اللي كانت قادرة، اللي كانت منظمة جد، هي اللي حكمت أماكن تاع الإدارة الاستعمارية، هي اللي حكمت وكل تسير الجزائر في 65. هو ما يسمى بالتحضيري، هو ثاني الجيش اللي دخل به في أزمة، أزمة بين الصراعات اللي كانت في 65 حتى 65. طيب أستاذ كمال، هناك من يقول أن الشعب استفاد من هذه الدروس، يعني أخذ عبر وعظات واستوعب الدر جيدا أنه العنف يولد العنف، العنف ما يجيبش نتيجة، مثل ما كنت تتكلم أنت كيفاش العمل المسلح في 63 بعد الاستقلال، عمل المسلح في التسعينات ما جابش نتيجة، وبالتالي الحراك الشعبي السلمي الآن حتى الأمم المتحدة في جنيف قالت حراك الجزائريين ديمقراطي سلمي بامتياز. ما تشوفش باللي الشعب فعلا ازداد تجربة، ازداد سلمية في مظاهراته بداية سنة 2019 إلى اليوم، ولو أنه اليوم ما فيش حراك؟ أنا نظن بلك الوعي السياسي كاين طبقة سياسية جديدة خرجت مع الحراك، هذا الشيء يعني ما كاش ما نقدروش نناقشوه بزاف بس هذا واقع النضال. أنا أنتمي إلى 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 مناضلين اللي بداوا في الثمانينات، ما كاش نفس الطريقة. اليوم كاين طريقة نضال جديدة جبتها، طريقة مقاومة. أنا اليوم نقاوموا المقاومة، اليوم هي مقاومة ضد القمع، مقاومة سلمية رهيب الخشين اللي رانا عايشين فيه، ولكن كاين طرق اللي استعملوها الشباب من السكوت هذا. دونك استوعاب التجارب هذو الأجيال، الجيل يمد الجيل، هذا هو تاريخ الحركة الاجتماعية عموما. والتنمية السلمية ما واش معناتها السلمية، يعني لازم نجندو باش تكون سلمية لازم يكونوا ملايين، ما كاش سلمية بجماعات، لازم يكونوا ملايين باش تكون سلمية. أولا الحراك الشعبي اليوم فهمنا، ولكن فهمنا يعني نقول متأخرا أنه هو التنظيم باش نقاوم، باش نبنيو مقاومة ضد القمع، ما حضرناش أنفسنا باه نقاوموا، كنا غفلنا، كنا هذا النظام حاجة صغيرة، النظام حاجة اللي عندها جذور كبيرة في المجتمع، عندها جذور كبيرة في والنظام السياسي لازم يكون علمي، لازم يكون مخطط، ولازم يكون برنامج. يعني واش يعني ربما تكون هذه تحتاج إلى دراسة أستاذ كمال، أنه الحركة الشعبية السلمي من بدايته في 2019 قال لك عمل على مبادئ معينة وجسدها في الشارع، النضال، الوحدة، الانسجام بين الجزائريين، أنه التغيير لازم يكون سلمي ما هوش بالعنف وغيرها من الأمور، لكن في الأخير يقول لك تلك الثمرة قطفها النظام، النظام استولى على الحراك وصار يقول هو الحراك مبارك. شوف لعبد المجيد تبون يقول الحراك هو اللي جابني مثلا، رغم أنه عبد المجيد تبون من سنوات وسنوات هو في الحكم كوزير كوالي وغيره، ولكن كيفاش نقولوا باللي الحراك الشعبي السلمي يقدر يواصل عمله بسلمية كيف؟ الحراك الشعبي بالك الحراك الشعبي هو الحراك الاول، هو الحراك السياسي الاول منذ 62، هو حراك المطلب اللي هو مطلب سياسي لطرح قضيه الحكم في الجزائر، اللي حط الإشكالية نتاع واش ما نسميوها السيادة الشعبية لتنحات الشعب في 2002. يعني الرموز تاع الحراك هي رموز تاع الثورة الجزائرية، كان عبد رمضان ولا بن مهيدي ولا هي الحراك مبدئيا سياسي، هو حراك سياسي ماشي حراك مطالب، لا مطالب اجتماعية، هي مطالب سياسية. نعم، هي مطلب سياسي تاع الحكم هذه المره الاولى، هذا واش يخالف المطلب تاع الحراك ومطلب تاع 80 هي قضيه ثقافيه، ولا مطلب تاع اكتوبر 80 كانت ازمه اقتصاديه كبيره. دونك الاشكاليه دونك اليوم هذا هو الحراك الاول، الحراك هي التجربه الاولى اللي صرات على مستوى التراب الوطني من الشرق الغرب من شمال الجنوب ما في التاريخ الجزائري، هذا هو، هذه هي الحركة الاجتماعية الأولى في الإطار هذا. ولكن ما نغلطوش، الحراك الجزائري يشبه هو كيما النضالات تاع الشعوب على المستوى العالمي، سواء كان
في تونس، في المغرب، في لبنان، في فرنسا، في إسبانيا بوديموس، ولا في أمريكا الجنوبية مع الشيلي، الشعوب العالم اليوم على المستوى العالمي تطمح بتدير بتقرر هي اللي تدير كوزيدة على المصير تاعها. هذا هو، هذه هذا هو يعني كما يقولوا لو كادر تاع الحراك، ولكن الحراك تاع الجزائر ما نغلطوش، اكتوبر 88 عاوننا الحركه الامازيغيه، عاونت يعني الدروس كل النضالات اللي درناها، النضالات النقابيه، النضالات النسويه، وكل هذو تجارب لبنات العراق اللي خلات وكل شعب جزائري يقول كلمه واحده، حنا رانا مجندين 60% حتى ونجحنا ونجحنا. ولكن ما تغلطوش، النظام تزعزع. بمعنى استاذ كمال، الحراك ماهوش مسيرات فقط مثل ما يقول البعض، يقول الحراك خلاص انتهى، ولكن الناس اللي ناشطين في الحراك يقول لك لا ابدا، الحراك راه مستمر كفكره وليس فقط مسيرات وغضب وما الى ذلك. الحراك كلمه، الحراك ماشي، الحراك هو اولا كما يقولوا الحراك هو مسيره شعوب من اجل تقرير المصير حول اختيارات تاع بلادها، هي بتبني سياده تقرير المصير من القاعده، من القاعده الشعبيه بدون وسيط ولا وساطه. هذا هو الحراك، الحراك هذا ما حبش، النظام مازال متواصل. اليوم رانا في مرحله تاع تراجع، مرحله نقولوا فونجونس من النظام، ولكن لا تنفهموا واش الحراك زعزع النظام في جذوره. يا اخي الى كاين واحد في الجزائر كان يامن بليك رئيس الاول ويحيى ولا السلال ولا الجنرالات دخلوا الحبس، حتى واحد ما كان يامن بها قبل 2019 والحراك درها. دونك هذا دونك الشعب دخل في راسه بلي ممكن، وهذا واش يخوف النظام. ايه هو عندما شعب يستوعب يعني يفهم بليك ايه عنده قوه، ما لازمش الشعب يفهم. هذا واش يفسر نوعا ما شده القمع على الشبه، لازم يهزمونا يعني في قطعنا، ينحيوا الحراك. السيد بون الى طلع باسكو هو كانت الوسيله باش يكون استمراريه النظام، والاستمراريه من جهه النظام استمراريه راح حبوا يديروا ياخذوا بعين الاعتبار الهزيمه اللي داها النظام في الحراك. طيب استاذ كمال، بالنسبه لابناء الحراك يقولوا بلي المؤسسات هذه غير شرعيه، النظام غير شرعي، يقول لك انتخابات ما كانتش نظيفه، ما شاركش فيها الشعب. ولكن كما تسمع بمجيد تبون يقول لك لا، احنا عاودنا بنينا المؤسسات كلها من البدايه للنهايه، يبدا بالبلديه ثم الولايه، ثم يقول لك عملنا استفتاء على الدستور، وصلنا الى البرلمان ومجلس الامه. يا يعني ترى نصدقوا السلطه ولا نصدقوا ابناء الحراك؟ نو ما ابناء الحراك، الشعب الجزائري لم يشارك في الانتخابات، الورقه نتاع استمراريه النظام، باسكو الورقه نتاع الانتخابات اللي بدات مع الراحل قايد صالح حتى تعيين سيد تبون، هي ورقه انتخابيه، والشعب الجزائري بالاعتراف تاعهم ماشي الارقام الرسميه اللي راهي زايده شويه، كل ما كانش 23% اللي شارك. الشرعيه الانتخابيه ما عندوش نظام، ازمه النظام اليوم هي ازمه الشرعيه، هي ازمه الشرعيه. صحيح. والمحاولات اللي راهم سواء كانت بما يخص السياسات اللي راهم يديرهم السنه هذه جده، يعني باسكو لازم نفهموا، يحاول يجيب شرعيه. نعم. نعطيكم مثل باه نكونوا واضحين، عندما انتخب بوتفليقه 1999 نقدر نقولوا عين بوتفليقه 1999 ما كانش عنده شعبيه، باسكو المترشحين انسحبوا. واش الطريقه تاع بوتفليقه لا شرعيه شعبيه، هو الاستفتاء تاع 2000 استفتاء وكانت فيه مشاركه وبيبني الشرعيه نتاعو، وكان عند وقدر يبني نوعا ما مصداقيه. هذا هو المشروع تاع الرئيس بوتين. استاذ كمال مازال
الأزمة تاع الإسرائيلية ما زالها موجودة حتى اليوم. تمام. واليوم هناك استمرارية النظام استمرارية والنظام متواصل. وهو كذلك أستاذ كمال، شكرا جزيلا لك. كمال عيسات الناشط السياسي والأستاذ الجامعي، شكرا جزيلا لك. نشاهد التسجيل الصوتي لجانب من مسيرات الحراك لما كان ناشطا، ثم نعود للنقاش. إذن كان هذا جانبا من مسيرات الحراك الشعبي السلمي التي بدأت في الجزائر أو انطلقت في الجزائر منذ عام 2019. نرحب بانضمام أستاذ طارق مراح، رجل القانون والمحامي والناشط حقوق. أستاذ طارق، كما تعرف نحن في تغطية خاصة مباشرة مفتوحة حول انتفاضة أكتوبر. في اليومين الأولين درسنا الدوافع والأسباب، أتينا إلى النتائج. اليوم احنا نتكلم بصفة عامة، تقييم حوصلة وصول إلى الحراك الشعبي السلمي، خاصة أنه كثيرين يقولوا أنه الجزائر ضيعت على نفسها كثير من فرص لصنع التغيير. حتى الحراك الشعبي السلمي يقول لك السلطة ضيعت هذا المكسب الكبير للجزائريين. نعم، مساء الخير. مساء الخير لكل متابعيكم وكل ضيوفكم. أنا أعتبر ذلك، يعني أنا شخصيا لا أعتبر بأنه أن الشعب الجزائري قد ضيع فرصة أو فرصتين أو ثلاث فرص على الأقل بعد الاستقلال إلى يومنا هذا، ولكن أعتبر ذلك يعني يدخل في رصيد من المحاولات للانعتاق، لأنه النظام الجزائري ليس بالنظام الهين حتى نكون يعني على مستوى من الصراحة. يعني النظام الجزائري هو نظام متجذر منذ عقود كثيرة، من زمن يملك السلطة، يملك المال، يملك العسكر، يملك السلاح، يملك كل شيء، وبالتالي فإنه موازين القوى ليست متكافئة، لأنه شعب في النهاية هو شعب يريد الانعتاق والاستقلال كما كان ينادي الآن في الفيتيار الحركة. كان ينادي الاستقلال. ما معنى الاستقلال؟ هو الاستقلال السياسي، الاستقلال الاجتماعي، الاستقلال الاقتصادي كذلك، لأنه عندنا تبعية اقتصادية، وكذلك استقلالية القضاء وكل يعني وكل تلك المفاهيم. الشعب ينظر سلميا من أجل افتكاك هذه المكاسب. حاول في 88، حاول في 91، وحاول في الحراك الشعبي في الجزائر، حاول قبلها في يعني فيه بعض المحطات التي حاول من خلالها وإن كانت قطاعية، الطلبة في 2011، حركة بركات في 2013 و2014. كل هذه المحاولات إنما هي تدخل في رصيد، بمعنى النضال كان مستمرا لسنوات ولم يتوقف. نعم، لا هذا هو، وهذا هو الأهم، لأنه إذا كان يعني لأنه لو لاحظنا أنه كل ما بين محاولة ومحاولة ما بتكونش في يعني أكثر من 5 سنوات، أكثر من 7 سنوات، وبالتالي في إنه الجزائريين يعني يبحثون باستمرار عن 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 تحقيق مكاسبهم ومطالبهم، والنظام يتصدى في كل مرة لهذه المحاولات. طيب طارق، ماذا لو عملنا مقارنة هيك بسيطة على الانتفاضة تاع أكتوبر والحراك الشعبي السلمي؟ هل هناك فرق كبير ولا لا؟ المبدأ هو نفس المبدأ. هو انتفاضة ضد الظلم، ضد الفساد، ضد غلاء المعيشة. المبدأ هو نفس المبدأ، ولكن تختلف المعطيات وتختلف الظروف، لأنه 5 أكتوبر 88 كان فيه الشعب يعني خرج فيها نوع من الغضب، فيها نوع من السخط والتذمر، وثارت الأمور كما تعلمون الفيلات أمني. نعم، ولكن
ولكن التصدي ثاني، تصدي السلطة لـ 5 أكتوبر والحركة الشعبية في الجزائر في 2019 كان الحل في كلتا الحالتين هو حل أمني. هو حل أمني عندما خرج الجزائريون في 5 أكتوبر 88 لأول وهلة لم يكن فيه لا كسر ولا شغب ولا أي نوع من أنواع التعنيف، ثم تصدت قوات الأمن وعنفت الجزائريين، وبالتالي فالجزائريون بعد ذلك والشباب الجزائري خاصة يعني ذهب بالانتفاضة إلى من انتفاضة سلمية إلى انتفاضة يعني عنفية، كان فيها كسر، كان فيه تخريب. في يعني تريد أن تقول سطرق أن الشعب الجزائري استوعب الدرس جيدا أن العنف ما يوصلش، ما يجيبش نتيجة، ولذلك حركة الشعب السلمي كان يقدم نماذج في التغيير السلمي. بالضبط بالضبط، ذهب الجزائريون في بعدها الى النضال السلمي. مثلا حركه بركه في 2013 مثلا تعرضت للتعنيف والضرب العصي وما الى ذلك والاعتقالات وحتى الحبس، ولكن لم تذهب في اتجاه عنفي طالما يعني تعلمت انه بانه هذا اللي كنت نهضر عليه. هذه دروس يتعلم منها الجزائريون، والمحاوله القادمه ان شاء الله ستكون اكثر نضجا من الحراك وهكذا دوليك. المهم أن النظام هذا محكوم عليه بالرحيل ومحكوم عليه بالانهيار اليوم أو غدا. طيب خليك من الساتاق تعود إليك. نرحب بمشاهدينا المضمم حسن فرحاتي الناشط الحقوقي. أستاذ حسن، نريد رأيك حول هذه النتائج اللي أفرزها أكتوبر 88، ولو أنه المدة شوية طويلة، ووصول إلى الحراك الشعبي السلمي. كثيرون يقولوا أن الشعب الجزائري استوعب هذا الدرس، وبالتالي لم يقع في الخطأ اللي وقعنا فيه في أكتوبر نتاع الانفلات الأمني، نتاع العنف، نتاع تخريب مؤسسات الدولة. ولكن فيما بعد الحراك السلمي مشى في مظاهرات سلمية بامتياز وطالب بتغيير النظام وإعادة الكرامة الجزائريين وما إلى ذلك. اولا السلام عليكم بزلف الاول. السلام حسن. باسم عائله المخطوفين نحييكم ونحيي الشعب الجزائري بهذا الاحتفال اليوم المولود النبوي الشريف. شكرا. وباش نتكلموا على 5 اكتوبر، 5 اكتوبر يعني هو تاريخ تاع الجزائر. واحد ما يجي يمحي واش صرا في 5 اكتوبر، يعني نتاسفوا واش الموتى اللي ماتوا، خواتنا اللي ماتوا في 5 اكتوبر. انا كان في عمري 25 سنه انذاك. انا استغربت، انا قعدت في الدار قاعد نشوف نسمع واش صار. كان عمرك في الوقت حسن 25 سنه؟ 25 في ريعان الشباب. ايوه 25 ولا كنت 25 سنه، كان عندي شهر من تزوجت. يعني قعدنا انا نسكن في حي شعبي في الجزائر، يعني قريب الإدارية باب الواد. أيوة. سمعنا واش صاري. حنا كشبان انا ذاك ما نعرفوش هاد واش هي الانتفاضه، ما نعرفوش واش هي السياسه، ما نعرفوش واش هي واش راهو صاري. حتى 6 اكتوبر وين شفنا باللي الحالة راهي يورت لها وفيها اغتيالات وفيها ناس اعتقلوا والناس، وهذا يلي للأسف الدولة الجزائرية ما خدتهاش بعين اعتبار باللي هذا الشعب هذايا هذا شعب عظيم. ما احنا كشعب ما وليناش ندخلوا في ما دخلناش في السلب تاع التكسير وده. تعلمنا كثير من 5 اكتوبر. جيد. علاش شفتوا في الجزائر الان ما يتكلموش على 5 اكتوبر؟ صح. 5 اكتوبر اعطانا دروس للتاريخ، اعطانا دروس لاولادنا، اعطى دروس لاولاد اولادنا باللي 5 اكتوبر تعلمنا باللي لازم النضال يكون سلمي. ما نعطيوش مبادره للنظام باش يعتقلنا او يسبنا او يضربنا او باش ندخلوا الى العنف. الحمد لله وشفنا وصل في التسعينات اللي رانا فيها حنايا، اللي هي الاف الجزائريين ماتوا ما على بالناش علاش ماتوا، الاف المخطوفين اللي حنا كعائله المخطوفين شحال من السنين وحنا نطالبوا بالحقيقه الى الان في 2022 مازال ما عرفناش وراهم ذوينا. وهذا النظام ما نقدرش نعطي له نبذه باش يشدها ويدير فيك واش يحب. الحمد لله الحراك السلمي اللي صار في 22 اكتوبر 22 فبراير يعني مد صوره
ايجابيه للعالم باللي هذا الشعب عظيم 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 جدا. وللاسف حنا طلبنا باش يكونوا ممثلين على الحراك. انا واحد انا طلبت لازم يكون ممثل على الحراك باش يتكلم باسم الحراك. وناس هادي رايهم ونحترم رايهم. قال لك ما نستحقوش هاي الوضعيه وين لحقتنا كي ما عندناش ممثلين اللي يتكلموا باسم الشعب الجزائري باش نلحقوا هي دوله القانون ودوله المؤسسات. خليك معنا استاذ حسن سعود ليك استاذ طارق. استاذ حسن اشار الى مساله الحريات والحقوق المدنيه، يقول لك فعلا الحراك الشعبي السلمي اعطانا نماذج في السلميه، ولكن للاسف دفع الثمن. يقول لك في كثير من ابنائه ما زالوا للان في السجن، حوالي 300 سجين وراء القضبان سواء في الحراس ولا سجون اخرى. كاين مصادره الحريات وعلى راسها حريه التعبير والصحافه. يعني الحراك الشعبي السلمي قدم خطوات صح وحقق اهداف صح، ولكن النظام كانه استولى على هذه الثمره واعاد مؤسسه الجيش لتسيطر على المشهد السياسي. نعم، وتلك فتره متوقعه، هذه فتره متوقعه، فتره ضربت البحث عن الحريه، لانه ما فيش مكسب عظيم جدا كهذا المكسب، واعتبره يعني ام المكاسب، لن يكون بالمجان. الفرق بين 5 اكتوبر والحراك الشعبي في الجزائر هو انه 5 اكتوبر ما كانش فيه وسائل التواصل الاجتماعي، ما فيش وسائل الاتصال الحديثه، وبالتالي فان التعنيف والقتل وتقتيل الجزائريين كان امرا سهلا بمجرد انه يعني يمسك مواطن الكاميرات ويعني يبدا في التصوير، سيتم اعتقاله مباشره ثم قتله او تصفيته مباشره. اما الان يستحيل ان تتعامل السلطه بما كانت تتعامل عليه، يعني تتعامل به في 5 اكتوبر 88، لانه فيه نحن دوم في عصر السماوات المفتوحه، في عصر الجوالات، في عصر الهاتف النقال، وبالتالي فانه السلطه وجدت نفسها في ورطه، وبالتالي تعاملت مع الحراك الشعبي بشيء من الفظاظه والعنف والتعنيف، ولكن بطريقه اخرى، بطريقه الزج بالمعتقلات، يعني زج المواطنين بالشباب في المعتقلات، واستعمال القضاء واستعمال المفاصل الامنيه وما الى ذلك. وبالتالي انه المبدا هو نفس المبدا، ولكن الظروف تختلف، وبالتالي باختلاف الظروف تختلف طريقه تعامل السلطه مع المتظاهرين السلميين. اليوم عندنا يعني مئات المعتقلين، مئات المسجين، صح، تضاف الى ضريبه او فاتوره قديمه للسجناء السياسيين في بدايه التسعينات والاختطافات وما الى ذلك، فهاته كلها ضرائب وفواتير لشعب يبحث عن الحريه، وذلك ما كان متوقعا. وفي اي محاوله من المحاولات القادمه للشعب الجزائري للخروج وافتكاك حريته ستكون يعني رد فعل نفس يعني او مشابهه او جنيسه لهذه يعني ردود الافعال الصادره من السلطه في مواجهه المتظاهرين. نعم، السلطه سوف لن تتفرج، لانه يعني من المتوقع انه ما تتفرجش، لانه في منتفعين من الوضع الحالي، والسلطه منتفعه والنظام منتفع، يعني باش يعرف الناس بلغه بسيطه، باش يعرفوا مشاهدي قناه المغاربيه بانه هؤلاء يعني هذه السلطه والنظام هو نفس النظام الذي كان سائدا في بدايه الستينات وفي نهايه الخمسينات الى يوم الناس هذا. وفيه ناس منتفعين من هذا الوضع، فيه ناس عندها مليارات في كل يوم يعني تذهب الى حساباتها البنكيه هنا وفي الخارج، وبالتالي فانه سوف لن يبقى يعني متفرجا او يعني طيب. هكذا يتعامل. نعم صحيح استاذ طارق، انه كل فتره الى ظروفها والى مميزاتها خصائصها، لكن كثير من الخبراء الان خاصه في الاقتصاد يقول لك الاسباب والدوافع اللي عجلت بانتفاضه اكتوبر ما تزال موجوده الان. يقول لك نفس الاسباب، خاصه من الامور الاجتماعيه، يقول لك ان الاجور ما تكفيهمش، يقول لك فيه ندره تاع المواد الغذائيه والاساسيه، يقول لك مازال فيه طوابير. يعني هالامور شفناها كسيناريو قبل احداث اكتوبر، الان يقول لك مازال كاين طوابير على الحليب، طوابير على حاجات اخرى. يقول لك انه فيه غبن، فيه حقره، فيه تهميش، فيه الالاف من الجزائريين يغادروا الوطن يروحوا بلدان اخرى. يقول لك انه هذه الظروف هذه كانت فعلا قبل اكتوبر. نعم، هي نفس الظروف، هي نفس الظروف ونفس الملابسات. وان كنت اعتبر بان الندره حاليا، ندره المواد الغذائيه حاليا في الجزائر وفي تونس وفي سوريا وفي كثير من البلدان التي انتفضت شعوبها ضد الانظمه، انما هي عقوبه لهذه الشعوب وعقاب لهذه الشعوب حتى لا تنتفض مره اخرى ضد انظمتها. والامر مدبر ومخطط له، لانه يستحيل، والبترول
على ما هو عليه من الغلاء ومن الارتفاع أنه يعني تكون فيه ندرة في الزيت وفي السميد وفي أمور بسيطة جدا، يعني بسيطة جدا. أنا أرى بأنه هذا الأمر يعني أمر مدبر، ثم أنه الظروف هذه الأنظمة هي أنظمة غبية، هي أنظمة غبية تحاول أن تفتعل بعض المشاكل الاجتماعية البسيطة كالندرة والغلاء وما إلى ذلك حتى تشغل المواطن في مفهومها وفي تصورها، حتى تشغل المواطن دائما وتبقيه في هذا الحيز، هذا الحيز المفرغ وفي هذه الدائرة المفرغة، حتى ينصرف عن التفكير في تغيير هذه الأنظمة وفي يعني طردها من 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 مكانها. وبالتالي فهذه الأنظمة ستجد نفسها دائما متورطة في شر أفعالها، تدبر المكائد والمصائب ثم تقع فيها. ولا أرى بأنه يعني التغيير هنا في الجزائر سيكون بعيدا، لأنه هذا الامتعاض هو منسوب الغضب عند الجزائريين إزاء هاته، لأنه الجزائريين الآن فهموا، عندهم نضج، عندهم تجارب، عندهم تجارب تغيير على مدى عقود من الزمن، يرون بأنه هاته الندرة إنما هي ندرة تنم عن عجز في 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 تعاطي السلطة مع هاته الأنظمة. تصور أن الوزير الأول في خطابه أمام النواب تناقض في نفس الخطاب مرتين، يعتذر، يقدم اعتذار للمواطنين عن الندرة، وفي نفس الوقت يقول بأنه هذه المواد الواسعة الاستهلاكية متوفرة وموجودة في السوق، ولا خوف من الندرة. يعني فيه تناقض، والسلطة وقعت في تناقض صارخ، ووقعت في مطبة سوف يصعب الخروج منها، والجزائريون تكون لهم يعني ردود الفعل ستبدأ من مواقع التواصل الاجتماعي، تبدأ يعني بالتواصل بين الجزائريين، ثم يعني تظهر لي الميدان أو تخرج إلى الميدان في شكل احتجاج سلمي، نتمنى أن يكون قريبا بالضبط النظام. وكذلك سيد طارق، شكرا جزيلا لك. سيد طارق مراحل محامي والناشط حقوقي، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. سيد حسن، كنا نتكلم عن الحقوق المدنية والحريات الأساسية، ألا ترى بأن النظام لا يأبه بما حدث، حتى أنه أحداث أكتوبر هذه مرت مرور الكرام كما يقولون؟ الإعلام الجزائري لم يفتح هذا الملف إطلاقا، حتى في عهد مخلوع بوتفليقة كانوا عملوا وثائقيات وعملوا برامج ونقاشات في استوديوهات بعض القنوات، حتى التلفزيون العمومي يتكلم، لكن الآن خلاص كأنه الأمر هذا لا يعني الجزائريين، رغم أنه ماتوا فيه 500 من أبناء الجزائر. كذلك بالنسبة لما وقع في التسعينات، هذه المناسبات التاريخية الأليمة، النظام لا يأبه بها ولا يريد أن يعود إليها. في رأيك ما هي الرسالة التي يريد إيصالها؟ هي اولا شفنا في 29 سبتمبر وين حنا درنا مظاهرات وتكلمنا على المصارحه اللي داروها. أيوة. يعني التلفزيونات العموميه ولا واحد تكلم عليها، ولا واحد سي تقول كلمه ما صرا والو في 29 سبتمبر 2005، ويعني نتاسفوا عليها كثير، وين آلاف الجزائريين عائلات المخطوفين هما شحال من السنين هما يطالبوا بالحقيقة، وما زالهم يطالبوا بالحقيقة إلى الآن. يعني حبوا يغموا الجزائريين باللي كلي ما صرا والو. يعني 5 أكتوبر حنا الشعب راح يكتبوا، ما نسناش أن النظام يكتب لي التاريخ تاعي، ما نسناش النظام يتكلم لي على القضايا تاعي، لازم الشعب الجزائري هو المسؤول الأول، لازم يكتب التاريخ تاعو، هو يتكلم على التاريخ تاعو، ما لازمش ننساو. ضد حنا رانا ضد النسيان، حنا في القضية تاعنا نقولوا ضد النسيان، يفو با اوبليي، ما ننساوش. دونك مام هما يغطوا ما يتكلموش على القضايا هذوما اللي رانا نهضروا عليهم الآن، مي حنا كالشعب الجزائري نعرفوا التاريخ الجزائري الحقيقي، نعرفوه من 62 إلى الآن. دوك ما ينجموش يغمونا. الشعب الجزائري راهو عظيم، الشعب الجزائري يعرف التاريخ ويعرف المسؤولين اللي لحقوا البلاد لهذه الوضعيه، وباذن الله. انا عندي سؤال برك نقول له من هذا النظام، وما ما نجيش نهضر بزاف، انا يعني نقول حنوا قلوبكم، الناس راهي تموت، الناس راهي جيعانه، الناس راهي تستنى. يكون باسكو انا نسكن في العاصمه، راني نشوف الناس كيفاش راهي تقاسي، راني نروح للمارشيات وراني نشوف الشعب الجزائري كيفاش راهي. راني نقول لهم هذا، ولكن سيد حسن النظام يكذب هذا، رغم انه البارح الوزير الاول ايمن عبد الرحمن كانه تظاهر بالحزن وطلب المعذره من الشعب، انه خاصه اولياء يروحوا ما يبقاوش البضاعه. تبون يقول لا، هو قال نعم، في تناقض كانه بين الوزير الاول وتبون.
يعني للاسف الفيسبوك ما ينجمش يديروا تناقض. الفيسبوك راهو يكزيستي والعائلات والناس راهي تنشر منشورات وتوري الناس لا 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 لا. الناس راهي كيفاش تسنى الحليب، الناس كيفاش راهي تسنى في الخبز، الناس كيفاش راهي تسنى في الزيت. يعني المشاكل راهي تتراكم يوميا على الشعب الجزائري للاسف. انا نقول محنوا قلوبكم على هذا الشعب، هذا الشعب عظيم والله، غير الشعب من اعظم من الشعوب في العالم. انا عشت معه وخرجت معه وشفت الشعب هذا الجزائري والله العظيم كي تسحقوا تصيبوا. خلاف اللي يقولوا انه خلاص انتهى الحراك ولازم التفكير في مرحله اخرى او في امور اخرى نضاليه، وش رايك في الناس هذوما اللي يقولوا هكذا؟ شوف شوف شوف، الحراك بدا وحده يعاود يولي وحده، ما ينجم حتى واحد يتحكم فيه باسكو هذا الشعب هذا وحده. قلت لك انا شعب عظيم. الثوره الجزائريه في 54 كاين بعض عقادي شويه عباد، يعني شويه عباد داروا مضاره. شفت لحقت التاريخ تاع 54 في الجزائر، راهم يقراوا عليه في العالم باسره. دونك حنا نقول لهم معليش هضروا كيما تحبوا، مي هذا الشعب هذا الشعب هذا ما راهوش راقد وراهو سلمي باذن الله يكمل بالسلميه تاعو. نعم، بالنسبه انتم دائما تحملون هذا الشعار الحقيقه والعداله، لا بديل عن الحقيقه والعداله، تريدون حقيقه ما جرى خلال التسعينات، لماذا قتل ربع مليون من الجزائريين في تلك السنوات العجاف، لماذا هؤلاء طبق عليهم ما سمي بالاختفاء القسري، لحد ساعه لم يظهر لهم لا خبر ولا اثر. في رايك انت النظام لماذا يصر على تجاهل هذه المجازر اللي حدثت في التسعينات؟ هذا هو السؤال المطروح، وين مام الاحزاب السياسيه اللي كانت للاسف كانت تساند القضيه تاعنا هي الاختفاء القسري، وين كيتلاقاو مع رئيس الجمهوريه ولا كلمه على العشريه السوداء ولا كلمه على الاف الجزائريين اللي راهم مفقودين اكثر من 15000 او 20000. نعم. يعني لا كاستيون راهي بعيده بزاف. يعني نتاسفوا عندك الجرأه، عندك لقاء مع رئيس جمهوريه، ماراش راح تلاقي نابورت لوكا، راح تلاقي رئيس جمهوريه ما تتكلملوش انت كحزب وانت تقول بلي راني سالت القضيه المختطفين شحال من سنه وما تتكلمش معاه. وبعدين يقول لك لا ما لازمش تزعف، ونزعف عليك علاش؟ باسكو انا حنا كعائله المخطوفين شحال من سنه ونطالبوا باش نتلاقاو مع المسؤولين الجزائريين باش نصيبوا حل لقضيتنا، هي الاف الجزائريين المختطفين واللي راهم بالك تحت الارض واللي مات الله يرحمه، مي علاش ام خايفين من الحقيقه؟ احنا كعائله المخطوفين لا نخاف من الحقيقه، الحقيقه الالهيه ما نخافهاش، الحقيقه الانسانيه ما نخافهاش، باسكو احنا كعائله المخطوفين رانا نقاسيو يوميا، كل يوم نقاسيو، ما على بناش ذوينا هل هم احياء ام اموات. وانا نقول لهم حنوا قلوبكم، هذا تاريخ اليوم ولا خير ما يكون غدوه، باسكو كي تحرر نفسك وتقول الحقيقه للعائلات هذا تدخل في تاريخ الجزائر. وهو كذلك حسن، شكرا جزيلا لك. حسن فرحاتي الناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك. ويبقى مثل ما قلنا الحراك الشعبي السلمي تجربه رائده للشعب الجزائري في اصراره على تغيير نظام الحكم، ودوما البحث عن ما سماه هو اهداف يصلها، دولة الحق والعدل والقانون والمؤسسات وانتخابات نظيفة ونزيهة ومسؤولة، ودولة للمؤسسات بمعنى مجالس تكون تمثيلية دستورية حقيقيا فعلا تمثل أبناء الشعب الجزائري. لدينا فقط ملاحظة حول ما قال الأستاذ طارق، بما أنه الوزير الأول كأنه كان نوعا ما ذرف دموعا البارحة في البرلمان وهو يريد أن يعتذر للجزائريين أنه يوما ما هؤلاء الآباء ذهبوا إلى السوق فلم يجدوا هذه المواد، بمعنى اعتذر عن ندرة هذه السلع، وهذا اعتراف الحقيقة اعتراف صارخ أنهم عجزوا في توفير هذه المواد الأولية للجزائريين أو هذه المنتجات اليومية التي يبحثون عنها في الأسواق.
خلافا لعبد المجيد تبون يقول لا ابدا، هذه المواد موجوده في الاسواق، فقط هناك من يحتكر هذه الماده. اذا هناك تناقض ترون بين الوزير الاول يقول يعتذر ويعترف انه فيه تقصير في هذا الجانب، يعتذر لهؤلاء الاباء لهذه الامهات، وعبد المجيد تبون يقول لا هناك عمليه مدبره مؤامره عمليه احتكار وما الى ذلك. وهذا تناقض اكيد سنقف عليه في حصصنا المقبله للحديث اولا على هذا التناقض، ثانيا العوده قليلا الى الوراء لنستشف هذه الزبده، زبده الحراك الشعبي السلمي وكذلك تداعيات هذه الانتفاضه التي نحن دخلنا اليوم الثالث من تغطيتها المباشره والمفتوحه. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه والمشاهده، دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء. Les coalitions ont été travaillées. Les sur celle-là. Ça se fait là, il faut regarder. C'est là maintenant. Eh bien, il faut qu'on le sache. Ouais, ouais, ouais. Et entre le premier ministre et le premier. On a mis en place le parti du Martin au moment où il s'en sera. Président du parti du conservateur et réformateur. Il faut parler, ça vient jamais. Oui, oui, oui. Il faut que je sache si elle est déjà premier ministre. C'est un immense territoire et qui est sur un possible contrôlé par 4 millions. Ça va être très bien. C'est un territoire initial. Que tu saches, c'est pas moi. C'est très compliqué. C'est pas à toi.